مرحبا. ظاهرة طبيعية مشهورة بنهر فوتشون جنوب شرق الصين، وبتحدث بفصل الخريف التنين الفضي. بتحدث بسبب حركة المد والجزر بخليج هانتشو على شكل قمع، وبيلتقي النهر بمياه المحيط عند المصب، وهي ظاهرة طبيعية نادرة. بدأ لحالة الطقس، عما تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلات سنة مثل هالفترة من السنة بحوالي 2 إلى 4 درجات مئوية، وجو صيفي حار نسبياً وصحب بشكل عام، مع ظهور بعض الغيوم المتفرقة على المنطقة الساحلية وسد مغبر بالمناطق الشرقية والبادية. أما ليلاً عم يستمر الجو معتدل بشكل عام لطيف في المرتفعات الجبلية. بالنسبة للرياح فهي غربية لجنوبية غربية، عم تراوح سرعتها بين 10-20 كيلومتر بالساعة، مع هبات نشيطة عم تتجاوز سرعتها 60 كيلومتر بالساعة. أما عن الرطوبة عم تراوح بين 50-90%، والبحر خفيف ارتفاع الموج، ودرجة حرارة المي 30 درجة. من تالي طقس العاصمة دمشق اللي عم تكون الأجواء فيها مشمسة، عم تسجل فيها العليا 38 درجة. رح نكفي عن المحافظات السورية ورح نبدأ أولى جولاتنا من المنطقة الجنوبية. الأجواء عم تكون مشمسة، بسويدا عم تسجل 30 درجة، بيدر عم تروح بين 20-34 درجة، أما بالقنيطرة عم تسجل العليا 29 درجة. بالنسبة للمنطقة الوسطى لحمص وحما، فالطقس عم يكون بين الصحوة والغائم جزئيا. بحمص عم تسجل 32 درجة، وبحما عم تروح بين 22-36 درجة، والطقس عم يكون مشمس. حنكفي هلا على المنطقة الساحلية على طرطوس اللاذقية ولواء اسكندرون، فالاجواء بين الصحوة والغائم جزئياً، عم تسجل العليا بطرطوس 32 درجة، اما باللاذقية ولواء اسكندرون عم تسجل فيها العليا 33 درجة. رح ننتقل هلا على المنطقة الشمالية عقلب وحلب، فالطقس بين الصحوة والغائم جزئياً، بإدلب عم تسجل 34 درجة، وبحلب عم تراوح بين 23-38 درجة. ختاماً بالمنطقة الشرقية، فالطقس عم يكون فيها مشمس، عم تسجل برقة 42 درجة، الحسكة عم تراوح بين 27-44 درجة، والعليا بدير الزور عم تسجل فيها 42 درجة. أخبار الطقس يوم خاصة، تلاقوني بكرة وبخير.